بجد ترحب حضراتكم مره تانيه. وجي فقرتنا دلوقتي مع ضيفي الكريم طبعا كابتن احمد فكري الصغير نجم النهارده وفقركم 10 على 10. فقرتنا 10 على 10 زي ما قدام حضرتك بيطلع صوره او تصريح وبتقول على صاحب الصوره او التصريح ايجابي او لا تعليق او سلبي، ايجابي وسلبي بنقطه ولا تعليق بماينس نقطه، وقدامك 30 ثانيه وابتدوا 30 ثانيه كابتن زعفان الصغير. ايجابي. ايجابي، فكرت انت كده وها؟ لا ايجابي، كابتن سعفان طبعا مدرب كويس واحد ابناء النادي الاسماعيلي واشتغل مع مدربين مع حراس كويسه، لو بدانا من محمد صبحي او وعواد ومحمد مجدي وايمن رجب ومحمد فوزي، فبديله ايجابي. تمام. الصوره اللي بعدها محمد بركات. بركات ايجابي. بركات طبعا لعبنا مع بعض كتير في النادي الاسماعيلي ولعيب ذكي جدا ومن احسن اللعيبه اللي كانت بتلعب في مركزها وفي النادي الاسماعيلي او في النادي الاهلي او في منتخب مصر، فلعيب كويس جدا. ده على المستوى كلاعب. طيب على المستوى الاداري دلوقتي هو مدير منتخب مصر، انت شايف ايه في محمد بركات؟ والله هو ماسك دلوقتي مدير المنتخب، بتمنى له التوفيق طبعا ولسه الفتره ما يعني ما اقدرش احكم على كابتن بركات في المنصب الجديد، بس نجوميته تساعده في ده. طبعا علاقته باللعيبه وعلاقته باللعيبه وهو كمان سنه قريب من اللعيبه ما يعتبرش كان محبوب كده برضه. لا طبعا كان محبوب جدا وهو محبوب جدا وعسل جدا طبعا. كان بيقلش عليك شويه كده في لا لا والله طول عمره كان كويس معايا طبعا، ونجم من نجوم النادي الاسماعيلي، وعلى فكره احرز من احد اسباب برضه من احرز بطولات للنادي الاسماعيلي. تمام. الصوره اللي بعدها باهر محمد. باهر المحمدي ايجابي طبعا. انا مرنته في النادي الاسماعيلي من هو جالي كابتن عادل ابو جريشه، هو جابهولي وانا كنت ماسك فرقه 95 وكان اصغر بسنه، ومرنته معايا لغايه لحقوا بالفريق الاول، وان شاء الله ربنا يكرمه ويقعد في النادي الاسماعيلي، وهو وصل دلوقتي لمنتخب مصر في الاكبر مكانه في منتخب مصر. كلام كتير جدا بيحوم عليه، كلام كتير جدا بيتقال عليه، عروضه هنا وعروضه هنا، اهلي وزمالك، تحب تنصحه بايه وتقول له بايه؟ خاصه اللي بيخش الدايره دي بيفقد تركيزه قوي لما بيبقى في نجوميته. يعني هو طبعا دلوقتي في النادي الاسماعيلي وفي منتخب مصر. فانا النصيحه اللي بقولها لباهر، هو جماهير النادي الاسماعيلي دلوقتي بتحبك، بنصحه يقعد في النادي الاسماعيلي او الاحتراف الخارجي. هو الاحتراف الخارجي لكن محلي لا، لكن محلي هتبقى فيها مشكله بالنسبه له، بالنسبه له هو وجماهير النادي الاسماعيلي. هو وجماهير نادي الاسماعيلي. لغه الارقام اللي موجوده دلوقتي ممكن ما تغريش اي لاعب بعيدا عن انتماء بقى الاسماعيلي او ما الى ذلك. انا ما اعرفش النادي الاسماعيلي يعني 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 العقود بتاعتها كام، لكن انا طبعا ما انا بقول لحضرتك يعني اللي هو لو احترف بره هياخد قد النادي الاسماعيلي. طب لو مش عنده عرض بره هيعمل ايه؟ لا هو انا اعتقد اللي هو عنده عرض بره، لكن هيبقى من الصعب اللي هو يسيب النادي الاسماعيلي يعني. هو مرتبط طبعا بالنادي من الصعب ولا الافضل له في وجهه نظرك؟ هو من الافضل. الافضل له اللي هو لا يقعد في النادي الاسماعيلي لا الاحتراف الخارجي. لو راح نادي الاهلي او الزمالك هيخسر كتير في اسماعيليه، لانه احد من ابناء النادي من مدينه اسماعيليه ومش من بره اسماعيليه. تمام. الصوره اللي بعدها محمد عواد. محمد عواد طبعا هو خسر. طب في الاول بس ايجابي ولا سلبي؟ هو بالنسبه لي هو ايجابي. طيب هو انت بقى قلت عنه في مره كده ان هو افضل حارس، هل انت على عند رايك ده ولا اتغير؟ لا، افضل حارس لما كان في النادي الاسماعيلي. افضل حارس لما كان في النادي الاسماعيلي. بالامانه يعني احنا شفناه في الوحده السعودي من افضل الحراس، وانا الحمد لله مرنته برضه في الفريق الاول كذا سنه، وكان ماشي بصفه مستمره كويسه وكان في منتخب مصر. اما احترف في الوحده السعودي كان كويس جدا، لكن خسر كتير باحترافه في نادي الزمالك.
حاليا هو حالياً. افضل ولا مش افضل؟ لا دلوقتي مش افضل، هو ما بيلعبش عشان يكون افضل. لكن لما كان بيلعب في النادي الاسماعيلي او في الوحده تحب تقول له ايه؟ بنصحه ايه ولا تقول ايه؟ بنصحه انه ربنا ان شاء الله باذن الله يكرمه الفتره الجايه ويتمرن كويس، ودي فتره في النادي الزمالك يشد حيله عشان يرجع عواد تاني ويلعب. لو انت في موقع المسؤوليه في النادي الاسماعيلي تعرض تاني على عواد يرجع النادي الاسماعيلي؟ والله على حسب رغبته هو. لا انت كمجلس اداره او راجل فني في لجنه فنيه بتقول عواد يرجع ولا ما يرجعش؟ هو عواد اصله مشي من النادي الاسماعيلي بمشكله فانا ما اقدرش اقول له يرجع تاني او هيبقى في تقبل ولا مش تقبل يعني. تمام. الصوره اللي بعدها كابتن ايهاب جلال. ايجابي. كلاعب ولا كمدير فني؟ كلاعب طبعا انا ليا الشرف اللي لعبت معاه في النادي الاسماعيلي وكان في جيل التسعينات برضو جيل عظيم، وهو دلوقتي بعتقد اللي مسك انديه كبيره جدا، مسك الزمالك ومسك المقصه ومسك المصري ومسك انبي وعمل مباريات كويسه جدا وخلى الفرق كويسه معايا يعني، فهو ماشي كويس بالامانه. اوكي. الصوره اللي بعدها العميد احمد حسن. ايجابي. طبعا احمد حسن لعب معايا برضو كتير اذا كان في الاسماعيلي، وهو جبنا احمد حسن النادي الاسماعيلي من اسوان، وكان احد نجوم النادي الاسماعيلي، ومن خلال النادي الاسماعيلي اسوان ولا المنيا؟ لا هو من المنيا. يعني هو من الاسماعيلي من لكن اتنقل من اسوان. كان بيلعب في الاسوان في الدوري الممتاز وجانا الاسماعيلي ولعب منتخب مصر الاولمبي مع بعض ولعبنا منتخب مصر برضو مع الأول. بعض بس هو كمل الحمد لله مع منتخب مصر مع كل المدربين واحترف طبعا وعمل مسيره كويسه جدا مع منتخب مصر وارقام قياسيه يعني. كتيره وعميد لاعبي العالم، وطبعا صحيح. بتمنى له التوفيق والنجاح يا رب. الصوره اللي بعدها صالح جمعه. صالح جمعه من ايجابي ولا سلبي الاول عشان وقت سريع؟ هو ايجابي كلاعب كويس جدا وانا بحب لعبه جدا، من المهاريين والقليلين في مصر بس يهتم بنفسه ويرجع لتدريباته كويس، ولو ركز جدا هيركز كويس قوي هيبقى من احسن لعيبه مصر. وانا ولا اللي سمعت في خبر برضو اللي هو قاعد في قائمه النادي الاهلي خلاص قدامه فرصه اداله بقى قدامه فرصه كبيره ذهبيه اللي هو يكون في الملعب جماسيه مش ذهبيه بس طبعا الصوره اللي بعدها رود كرول. رود كرول ايجابي طبعا، مدربي في المنتخب الاولمبي ومنتخب المصري الاول وكان مدرب شاطر جدا. خدت منه حاجه كتدريب؟ طبعا كتدريب كتدريب هو من احسن المدربين البدني يعتبر في العالم. مسكنا كان طورنا جدا، احنا كنا جيل جامد جدا بدنيا يعني كان بيعمل تمرينات قاسيه جدا ما كناش لسه عرفناها ففادنا كتير بالامانه. اوقفكوا على رجولك عشان تعرفوا تنفذوا بقى الفني يعني بتاعه. الحمد لله احنا كنا معاه الجيل اللي احنا كنا فيه، اتشرفت لعبت معاه. تمام. كان جيل كويس جدا. الصوره اللي بعدها كارتيرو. طبعا ايجابي. طبعا ايجابي. جايب بطولتين لنادي الزمالك لغايه دلوقتي وماشي معاهم كويس، قدر يحقق اللي ما حققهوش كتير في نادي الزمالك فطبعا البطولتين دولت يغنوا له عن كل شيء يعني. الصوره بعدها والاخير فايلر. ايجابي طبعا برضو. عمل فرقه كويسه وحقق رقم قياسي اللي هو كسب كل المباريات في الدوري فطبعا ايجابي، وهو مدرب كويس جدا 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 وبشكره فيه. وانت كمان جبت الرقم العالمي معانا بقى 0/10. شكرا استاذ احمد، وكنا سعداء بوجودك.